انك تتنازل؟ ان الحاجه تتعمل بحساب. بس احنا قبل كده في الاول يا حبيبي اتفقنا ان محدش يتدخل في شغل التاني، ولا ايه؟ صح يا حبيبتي، انت صح، انت صح. انا بقولك بس الفتره، الفتره صغيره، ده مستقبلي ومستقبلك. مستقبلي مستقبلك، بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح، ليك شعبيه، ناس بتقرا لك، تحترمك، تحبك احسن من 100 رئيس تحرير محدش بيقرا له سطر. لا يا حبيبتي، البلد دي مش ماشيه كده، البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس، كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي، فتحنا البلد من رجال الاعمال جريوا ورا مناصب لانها الحمايه والحصانه، لكن النجاح، وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس، حاجه تانيه. نجاح لمبه منوره زي دي، لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري.